اليمن منهم قبيلة جرهم، وهي أول من سكن مكة، ومن نسلها جاءت قريش، وتزوج منهم إسماعيل، ومن نسله جاء النبي عليه الصلاة والسلام. فاليمنيون هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. وملك اليمن كرب بن أسعد تبع هو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من قبل أن يولد رسول الله، آمن به، وهو أول من كسى الكعبة وأمر قبيلة جرهم بكسائها كل عام. أهل اليمن هم أهل الفصاحة والصباحة، هم أهل السماحة والملاحة، أرق الأمة قلوبا وأقلها عيوبا، هم أهل السكينة والوقار والفقه والاعتبار. أهل اليمن هم أنصار الرسالة وقادة الجهاد والبسالة. اليمن اشتق من اليمن ومن اليمين ومن الأمانة ومن الإيمان. وصفت اليمن باليم